في تشكيلة كوت ديفوار عن التشكيلة التي خاضت لقاء الخميس الماضي، بينما تغييرين فقط في تشكيلة مدغشقر. ضربة البداية من نصيب أصحاب الأرض، من نصيب منتخب مدغشقر الذي يبدأ المباراة على يمين الشاشة بالطاقم الأخضر في الأحمر، بينما الأفيال الإيفوارية بالطاقم الأبيض على يسار الشاشة. مع منتخب كوت ديفوار ولديه 5 أهداف بقميص منتخب بلاده. حائد بشر الثنائي من لاعبي منتخب مدغشقر. نيكولاس بيبي هيسدد ولا يلعب كرة داخل منطقة الجزاء، يلعب في اتجاه المرمى إلى يد الحارس ميلفين أدريان، يمسك بثبات. 27 بري في الكادر أمام حضراتكم، يلعب كرة أمامية إلى خارج الملعب، رمي التماس سيرجيو أوريه، يلعب رمي التماس باستيان يولير، مهاجم مستهام يفتح اللعب جهة اليسار، وادي كرة في اتجاه المرمى غير متقنة، بعيدة تماما إلى خارج الملعب، ضربة مرمى لصالح منتخب مدغشقر. سباستيان إيرير موجود على أرضية الملعب، وكان سجل لمنتخب مدغشقر فوافي اللي موجود أساسيا. محاولة إيفوارية، سباستيان إيرير لاجو، والتسديدة إلى خارج الملعب. جونيور لاجو يطلق تسديدة تخطئ طريق الشباك وتتعلى مع غينيا 2-2، فاز على بوروندي 1-0، فاز على نيجيريا 2-0 في دور ال 16، تغلب على منتخب الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح بعد التعادل 2-2، وفي ربع النهائي خسر أمام تونس 3-0. محاولة إيفوارية، وادي العرضية على الأيام البعيد، يا دوبك يلحق فرانك كيسي، وادي لمسة يد، وادي ضربة جزاء يعلنها جهاد جريشا. لمسة اليد واضحة، لمسة اليد واضحة على لاعب جيرمي موريلا، وجزاء صحيحة وفرانك كيسي على التنفيذ. 23 سنة فرانك كيسي لاعب ميلان الإيطالي، وله هدف الفوز على النيجر في هذه المجموعة. منتخب غانا 11-10 بركلات الترجيح. هذه كرة عرضية خطيرة خطيرة تمر مرور الكرام، وهذه تسديدة ولكنها تعلو العرضة. جونيور لاجو يضيع فرصة إحراز الهدف الثاني لمنتخب كوت ديفوار. عرضية أرضية مرت من ضربة حرة مباشرة تتلعب داخل منطقة الجزاء، سهلة للدفاع ولكن تعود من جديد لمنتخب كوت ديفوار. تمريرة في الجانب الأيمن، ويلفريد كانون المتسلل عائد. أودوليون كوسونو، وادي الكرة الأمامية، أوريه يلحق، ممكن يلعب العرضية، سيرجيو أوريه يلعب العرضية على الأيام البعيد، تتجاوز الجميع، يلم كرته براحته تماما جونيور لاجو إلى ويلفريد كانون. عرضية من كانون، فين يا سيدي؟ هل ضربة مرمى أم ضربة ركنية؟ وخسر أمام كوت ديفوار في لقاء الخميس الماضي في أبيدجان 2-1. ضربة حرة مباشرة لأصحاب الأرض، يسيبها أندريا فوافي، يلعب على الأرض حلوة، جملة تكتيكية لم تكتمل، التمريرة من إبراهيم أمادة غير متقنة، أطول من اللازم، ما يلحقهاش أندريا. ضربة مرمى لصالح منتخب كوت ديفوار، ترتد الكرة أمام منطقة جزاء مدغشقر. جيرمي موريل بضربة رأس إلى حارس مرمى أدريان. نلعب في الدقيقة 41، ما زال التقدم لمنتخب كوت ديفوار بهدف لا شيء، لهدف أحرزه فرانك كيسي من ضربة جزاء في الدقيقة 15. وادي الهجمة المرتدة رائعة، بيبي عايز يسدد، عايز يعدي، يسدد، تصطدم بالدفاع وتتحول إلى ضربة ركنية. قرار سليم من جهاد جريشا في اللقطة الماضية بإتاحة الفرصة لمنتخب كوت ديفوار. كان في فاول اتعامل مع فرانك كيسي. 40 دقيقة، بيبي بيعتمد على المهارة، يلعب كرة حلوة حلوة حلوة، مش ممكن مش ممكن، ماذا أضاع هذا اللاعب؟ إبراهيم سنجاريه على بعد خطوات من المرمى، على حدود الست ياردات، يتلقى تمريرة هدية من بيبي، قال له تفضل ريحنا وهات لنا الهدف الثاني، ولكن إبراهيم سنجاريه لاعب أيندهوفن قاله الطورة.
الشوط الثاني يبدا الان امام حضراتكم. منتخب مدغشقر سيصبح على يسار الشاشه بالطاقم الاخضر في الاحمر، بينما منتخب كوت ديفوار دفاع لكن النهارده بيتم توظيفه في مركز الباك الشمال. تشتيت كده من ديموندي، ادي اللاعب سينالي ديموندي 19 سنه بمنتخب كوت ديفوار في الشوط الاول. فرانكيسي محاولة المنتخب مدغشقر ولكن يشتت في توقيت جيد سينالي ديموندي. يشتت قبل حكيم عبد الله، تتلعب الكرة سريعا اندريا، اندريا يلعب عرضية اندريا لمين؟ لمين يا اندريا؟ تصل في اقصى اليسار، ترتد سريعا لمنتخب كوت ديفوار ولكن ادريان يتدخل ويحول الكرة الى خارج الملعب رمي التماس. ميلفين ادريان حارس مرمى منتخب مدغشقر 27 سنه متر 83 سنتي. بيبي خلصها حلو، بيبي اوريه سيرجيو اوريه والكره العرضيه ودي ضربه راس ولكن الى يد الحارس ميلفين ادريان، ضربه راس من فرانكيسي ابرز لاعب ودي تسديده حلوه. الله على ده هدف، الله على ده هدف، لسه في حلاوه كده، لسه في جمال كده. ابراهيم امادا تسديده بوم الى داخل الشباك تعلن عن هدف التعادل. اكتفى بالمشاهده تبقى كل الاحتمالات قائمه عزيزي المشاهد. عرضيه من بيبي على امل بعيد، ادي لمسه من ويلفريد كانون ولكن يشتت الدفاع. مره ثانيه جهه اليسار، خد وقته تماما يسدد والكره تصطدم بالحائط البشري وتتحول الى خارج الملعب ضربه ركنيه. ادي الاعاده امام حضراتكم، ضربه ركنيه من الجانب الايسر. رايح لها المتخصص نيكولاس بيبي. بعد كده بقى غيابات بسبب الاصابات بالجمله في مباراه الخميس الماضي، بيغيب كوجيا، بيغيب ماكس جراديل، بيغيب ماكسويل كورني، بيغيب جيرفينيو. كل دي غيابات ما فيش كلام اثرت على اداء كوت ديفوار في لقاء اليوم. مناسبه الشوط الاول بين اثيوبيا والنيجر انتهى بتقدم اثيوبيا 2 لا شيء، وادي كره لمنتخب مدغشقر تتجاوز الجميع وتذهب للحارس سيلفيانج بوهو. فرانكيسي ويلفريد كانون توغل اخترق على حدود 18، تسديده الى خارج الملعب ضربه مرمى جات على يمينه ويلفريد كانون. صعب عليه جدا التسديد بالقدم اليمنى تحت ضغط،